الجريح طواق الى الحريه وللكرامه وللعداله الاجتماعيه. اليوم كنشاهدوا جرائم كتمارس على حق ابناء الشعب المغربي اللي خرج والتفت ضد الحقره والتهميش وطالب المطالب هي عادله ومشروعه. اليوم كيتحاكم احكام جائره وقاسيه في حقهم ما الا اطاله مطالبيه مشروعه وعادله. كيف يعقل لنائب العام ونائب الثروات يوشحون بأوسمة وبمناصب راقية ولا حسيب ولا رقيب؟ نحن من يحمل الفساد ومن يحمل الفساد والمفسدين في هذا الوطن الجريح؟ اليوم كنقول للشعب المغربي كفى من الصمت. أبناء الريف يحاصرون، أبناء الريف يعذبون ويهجرون. لماذا؟ من أجل كلمة حق. لأن اليوم يحاكم التاريخ ويحاكم عبد الكريم الخطابي، يحاكم حيا وفي المدفع ويحاكم في قبره. لماذا؟ لأن ذاكرة الشعب الخطابي هي ذاكرة الشعب المغربي وهي ذاكرة أجيال وذاكرة المستقبل وذاكرة المقاومة. اليوم التاريخ يحاكم. كيف يعقل؟ كيف يعقل لعصابة تنهب الثروات وتهرب أموال ولا حاسب ولا رقيب؟ اليوم يقمع التلميذ والطالب والمعلم والمعطل والمربي. كيف يعقل الجميع أبناء الشعب المغربي يتعرضوا للتهميس والقمع؟ كفى من هذا الظلم العميق، كفى من هذا الصمت الرهيب، كفى من هذا الصمت. إلى ماذا هذا الصمت؟ تحية للشعب الجزائري طواق الحرية. أيها الشعب المغربي، اخرج إلى الشارع، اخرج إلى الشارع، نغير الموازين القوى. إنك أنت القوي وأنت تحرك الموازين القوى. أيها الشعب المغربي، إلى ماذا ستبقى ساكتا؟ إلى ماذا ستبقى نائما؟ إلى ماذا ستبقى تمارس عليك الذل والحقرة في هذا الوطن الجريح؟ إلى متى ستبقى حفنة من خوانا أبناء الاستعمار وعملاء الاستعمار ووكلاء الاستعمار يحكمون البلاد طولا وعرضا وينهبون الثروات في البلاد؟